انطباع متميز جدا، والف مبروك للاستاذ يعني حسين فهمي، وتغطية عالمية يعني حلوة جدا، والمزيد طبعا من المهرجانات اكتر واكتر. محبوبت يعني يعني شوية. لا كويس الحمد لله. إيهاب ده بصي فاكهة المسلسل، سكر وقمر وعسل. كواليس حلوة قوي. اه كواليس حلوة الحمد لله. مثلت مع عمرو عبد العزيز، شكرا. كلمني بالظبط كده وشو جماعة. يعني هو يعني على حسب استاذ عمرو ما بيطلب، يعني هو شركه الانتاج ما بيطلب من استاذ عمرو. يعني عمرو متبني فنيا، استاذ عمرو عبد الجليل متبني فنيا، بيحبه جدا، هو يستاهل في الحقيقه. الله يخليكي. انت لما عمرو كلمك مين اللي كلمك على موضوع فتح دلوقتي، عمرو ولا محمد فاضل؟ لا استاذ محمد فاضل، وبعد كده استاذ عمرو طبعا. هو استاذ عمرو طبعا اكيد طبعا. انت الكواليس ما بينك وما بين عمرو عبد الجليل بقى في المسلسل؟ يعني عادي، يعني هو صاحبي جدا اصلا، بقاله 15 سنة، اكتر من 15 سنة، فيعني اتشرفت بيه ان انا مثلت في الدور ده يعني في المسلسل ده، وخصوصا كمان مع استاذه فردوس عبد الحميد والاستاذ محمد فاضل واستاذه هاجر السنوبي طبعا. طب هاجر طيبه ولا سعاد؟ هم في الحالتين طيبين. سعاد ان هي بنت ممكن تلاقيها في كل بيت. اه بنت عاديه جدا في كل بيت موجوده. انا بحب ان انا الناس تحس ان انا شبهها، بحب كده جدا.